أهلا بكم. رحبت المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا. جددت وزارة الخارجية في بيان لها دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، مشيرة إلى تشجيع المملكة وتبنيها لقيم السلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات، ودعمها الدائم لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب للوصول إلى السلام والازدهار للعالم يجمع. أكدت منظمة التعاون الإسلامي أهمية تضامن العالم في مواجهة مكافحة الإسلاموفوبيا ووصفتها بالظاهرة الخطيرة. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا إن هذا الحدث يمثل فرصة لتأكيد تضامننا مع ضحايا ظاهرة الإسلاموفوبيا، الحوادث وأعمال العنف والمضايقات والترهيب بدافع الكراهية والتعصب الديني، كما شدد على أهمية إطلاق نداء عالمي لجميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ملموسة لردع قوى الشر التي تهدف إلى تدمير التعايش السلمي بين مختلف الأديان. أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فعالية اليوم تسلط الضوء على الوباء الخبيث الإسلاموفوبيا الذي يمثل إنكاراً وجهلاً كاملاً للإسلام والمسلمين ومساهماتهم التي لا يمكن إنكارها. وأشار غوتيريش إلى موجة الكراهية والتعصب ضد المسلمين التي تأتي بأشكال عديدة، منها الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي وسياسات الهجرة غير المتكافئة والمراقبة غير المبررة. قال الأمين العام إنه بالنسبة لحوالي 2 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم يعد الإسلام دعامة الإيمان والعبادة التي توحد الناس في كل ركن من أركان المعمورة. علينا أن نتذكر أنه أيضاً أحد ركائز تاريخنا المشترك. العمل الجماعي مثمر، توحيد القرار والضغط الجماعي الموحد من المسلمين بقيادة المملكة لنيل نتيجة محددة أثمر عن قرار لطالما انتظره المسلمون وخاصة أولئك الذين يعيشون في الغرب. لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا قرار تدابير مكافحة كراهية الإسلام. جاء ذلك خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو الإسلاموفوبيا. القرار يدعو إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا. في جميع أنحاء العالم نرى موجة متصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين، ويمكن أن يأتي ذلك بأشكال عديدة: التمييز الهيكلي والنظامي، الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، سياسات الهجرة غير المتكافئة، المراقبة والتنميط غير المبرر، القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة. المملكة التي رحبت بالقرار تستمر في مناداتها المجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى الحل السياسي والحوار لجميع النزاعات، تماشيا مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحث على تكريس العمل من أجل السلام وتحقيقه، من أجل رفاهية الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية المستدامة، وحث شعوب العالم ودوله على إرساء قيم التسامح والتعاون ونبذ جميع أشكال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات. المتتبع لما تقوم به المملكة من جهود إغاثية للعالم ودعواتها للسلام للدول المتصارعة كافة أتى من اعتمادها للداخل ومعاملة الخارج على أساس ركائز أساسية أهمها العدالة والتنمية وحماية حقوق الإنسان، لذا يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية. أزارها العام الماضي أكثر من 100 مليون سائح، لأنها تطبق ما تقول في أجمل مشاهد التعايش المبني على الاحترام المتبادل. لكن يبقى السؤال حول قدرة المجتمع الدولي على تطبيق ما يقولون بعد أن وقفوا صامتين أمام ما تفعل إسرائيل من تمزيق القانون الدولي والإنساني على أجساد الأطفال والنساء المسلمين العزل في فلسطين في واحدة من أكثر الأحداث شناعة في التاريخ المعاصر. الإخبارية محمد العوفي، الرياض.
انضم إلينا من الرياض أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة شقرا دكتور حمود الدعجاني. أهلا بك دكتور حمود معنا في وين الرياض عبر الإخبارية. بداية، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، تعيين مبعوث خاص أيضا للمنظمة معني بمكافحة كراهية الإسلام، كيف يمكن لهذا القرار دكتور المساهمة في مكافحة الإسلاموفوبيا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء أبين أن الإسلام قد سبق جميع القوانين المعاصرة في الحث على التعايش والتسامح، فقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا الحديث دال على الإسلام جاء بالتسامح، وقد حاربت الشريعة جميع المفاهيم النقيضة للتعايش والتسامح، مثل التطرف الديني ومثل التعصب بكافة أنواعه، ومثل خطاب الكراهية، ومثل الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه. فالمملكة العربية السعودية كانت سباقة إلى تبني قيم السلام وقيم الحوار بين الأديان وقيم التعايش والتسامح، سواء كان في البيانات في المحافل الدولية أو كان ذلك في عبر المؤسسات التي أنشأتها المملكة العربية السعودية. ومن تلك المؤسسات على سبيل العجالة رابطة العالم الإسلامي ومركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، أو مركز سلام للتواصل الحضاري الذي يهدف إلى نشر ثقافة التواصل الحضاري ومد الجسور مع الشعوب والثقافات المتنوعة، أيضا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي جاء لتعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع. هذا القرار الذي صدر بالأمس عن جمعية الأمم المتحدة رحبت به المملكة العربية السعودية، وهذا القرار له ثمرات. من ثمرات هذا القرار أولا تقرير ثقافة التعايش وتعزيزها والتسامح والحوار بين الأديان والحضارات المختلفة، أيضا فيه اعتماد هذا القرار سيشجع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإسلاموفوبيا وسن القوانين المجرمة لهذه الظاهرة. أيضا هذا القرار سيساهم في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام وعن المسلمين. أيضا هذا القرار جاء في نصه تعيين مبعوث دولي خاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، ولا شك أن هذا تقدم كبير، ويجب على الدول الإسلامية أن تستغل هذا القرار وعن طريق تفعيله وعن طريق نشر الإسلام أو صورة الإسلام الصحيح القائم على الاعتدال والوسطية. نعم. طيب دكتور، يعني ماذا عن الأفعال التي يعني تنمي يعني التعصب الديني خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعية؟ يعني الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي على سبيل المثال أججت بعض الصراعات العقائدية في وسائل التواصل الاجتماعي كما تبعنا. ما الإجراءات الجماعية، نتحدث عن دول العالم أجمع دكتور، التي يمكن اتخاذها لمنع تصاعد هذه الظاهرة؟ نعم أحسنتم، هذا القرار سيساعد في لفت الأنظار إلى خطورة خطاب الكراهية والعنصرية تجاه المسلمين في كل مكان. أيضا سيساعد الأمم المتحدة في جهودها في وقف إطلاق النار كما تعلمون في غزة، وسيساعد أيضا في جهود الأمم المتحدة في إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في غزة، وسيساعد أيضا في التقليل أو التخفيف من العداء للمسلمين والعنصرية تجاه المسلمين وتصاعد حملة الكراهية ضدهم. فهذا القرار لا شك أنه قرار وإن كان تأخر لكن قرار رحبت به الدول الإسلامية أجمع، وعلى الدول الإسلامية أن تسعى لاستغلال هذا القرار في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين، سواء في وسائل الإعلام أو سواء في عن طريق إصدار الكتب أو يعني استضافة البعثات الخارجية لتعريفهم بقيم الإسلام الذي حتى على قيم التسامح، قيم التعايش
وقيم الاعتدال والوسطية. نعم. لاحظنا دكتور يعني بروز أحزاب يمينية متطرفة في بعض دول العالم، في أوروبا على سبيل المثال، الآن حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، وبالتالي أي جهود أممية، أي جهود دولية لمكافحة خطاب الكراهية بين الأديان، إلى أي مدى قد تواجه صعوبة في ظل وجود مثل هذه الحكومات المتطرفة؟ هذا القرار يستفاد منه في تفعيل القرارات الدولية التي جاءت سواء في شأن قضايا المسلمين وقضايا مثل فلسطين وغيرها، فسيساعد في تفعيل هذه القرارات الدولية ورفع الدعاوى أيضا القضائية على مرتكبي جرائم التعصب والكراهية. أيضا منظمات حقوق الإنسان عليها أن تقوم بمواجهة هذا التهديد الذي هو الإسلاموفوبيا والكراهية ضد الإسلام والمسلمين، ولفت الأنظار إلى خطورة هذه الأفعال المجرمة وخطاب الكراهية والعنصرية ضد المسلمين. أيضا المنظمات الإسلامية عليها دور كبير، ولا شك أن المنظمات الإسلامية تقوم بدورها، لكن المطلوب تعزيز هذه الجهود و يعني بذل المزيد من الجهود. فمثلا منظمة التعاون الإسلامي، منظمة رابطة الإسلامي تقوم بجهود حديثة وجهود طيبة ومباركة في بيان صورة الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال، وتبين الصورة المغلوطة التي قد يبثها أعداء الإسلام عن المسلمين وعن الإسلام في أنحاء العالم. نعم. كيف يعني انطلاقا من ذلك دكتور إذا سمحت، يعني أشرت بداية إلى الجهود التي قامت بها المملكة والجهود أيضا المأمولة من المنظمات الإسلامية كما أشرت، وبالتالي نتساءل حول دور العالم الإسلامي في إيصال هذا المفهوم انطلاقا من قيم الدين الإسلامي، كيف يمكن أن يكون دكتور في ظل بعض التباينات الموجودة أساسا؟ دور العالم الإسلامي هو الاستفادة من هذه القرارات الأممية، أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جرائم الكراهية اعتمادا على هذا القرار وغيره من القرارات الدولية. أيضا القيام بحملات تثقيفية كثيرة حتى يصححون الصورة المغلوطة عن الإسلام وعن المسلمين. أيضا الدعوة على دول العالم الإسلامي، الدعوة إلى التسامح والحوار والتسامح والحوار والقيم الوسطية والاعتدال. أيضا هناك ترجمة الكتب التي ردت على أنصار هذه أنصار إسلاموفوبيا ودعاتها، هناك كتب ترد عليهم وتبين الإسلام في أجمل صورته. هذه الكتب يفترض على الدول الإسلامية أن تقوم بترجمتها ونشرها. جميل. في كافة المحافل الدولية. نعم. أنا أشكرك أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والحقوق بجامعة شقرة الأستاذ الدكتور حمود الدعجاني، شكرا جزيلا لك. وأوضح رئيس بايدن، لعلنا نشير أيضا إلى قبل أن ننتقل إلى محورنا الثاني، إلى قرار الأمم المتحدة بشأن الإسلاموفوبيا، ونتعرف على ماذا يشمل هذا القرار وماذا يعني بالضبط بالنسبة لجهود مكافحة كراهية الإسلام. نتابع.